أيها الحمل الكريم، مشاهدين الأعزاء، عشاقي إلى صالة ومتابعي انطلاقات ختامي الوثب السنوي الكبير في عام 2022، حيث نشاهد هذا الملتقى الكبير من هذه الشعارات لأصحاب السمو الشيوخ، فتهانينا والناموس لكل المؤسسات من حققت الإنجاز في صباح هذا اليوم، وهنيا لكل المضمرين الذين تألقوا في أشواط هذا اليوم. يتجدد اللقاء بحضراتكم مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وشوطنا 12 يضم نخبة من أيضا الجعدان، وهذا الشوط الإبكار، نعم شوط الإبكار اللي يحمل منافسة قوية وشعارات عملاقة لها جماهيرها في الخليج. يتابعون عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياس الرياضية وقناة دبي ريسنج والقنوات الناقلة لهذا الحدث الهام في عاصمة الميادين، مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة الأولى، وهذه هي الآن الواعية لهجن الرياسة، ويتقدم راشد بن محمد بسم المنصوري من يضمرها ويتابعها، بينما النقلة إلى المركز الثاني. أرى الغدوم الآن من قبل اللي يحسيل لهجن الرياسة، يتقدم المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري مضمرا من العيار الثقيل، يأتي على مستوى المركز الثاني، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث، وهذه الآن تتقدم الآن على المركز الثالث، وهذه اللي وصلت هملولة، هملولة لهجن الرياسة، يتقدم علي بن يميل الوهيبي من يضمرها ويتابعها، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث أو في رابع المراكز، نعم من الجانب الآخر تتقدم الآن وتأتينا، هناك شواهين من هجن الرياسة، يتقدم أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الرجل كل الأمتار، يتقدم في تضميرها، بينما المركز الخامس وتقدمت مشكورة من هجن الرياسة، يتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يضمنها ويتابعها، بينما ناخذ اللي على المركز السادس، وهذه اللي وصلت وتقدمت اللي هي نوف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، يمع بن عتيج بن جسلة الرميثي المحترف في التضمير، يتقدم بينما نراقب على المركز السابع. المركز السابع من الجانب الآخر تقدمت في هذه اللحظات ووصلت في هذه المنافسة، هذه غزوة لهجن العاصفة، غياث الهلال يضمرها ويتابعها، بينما في ثامن المراكز تقدمت المطفية لهجن الرياسة، وصالح بن سعيد بالعري المري يضمرها، يأتي على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع هذه ادغشة لهجن الرياسة او لهجن العاصفة، نعم وغياث الهلال يضمرها ويتابعها، بينما في عاشر المراكز، نعم اللي هي هملولة لهجن الرياسة، يتقدم الظافر علي بن يميل الوهيبي يضمرها ويتابعها. هكذا هي النتيجة والنداء للمراكز الاولى المتقدمة العشرة الاسماء، ولكن عودة من جديد إلى مقدمة الشوط، عوده إلى شواهين مع هجن الرياسة، هذه المؤسسة العملاقة اللي تمتلك قاعدة جماهيرية في الخليج. يا ما يتابعونكم يا أخوان المضمرين أبناء الخليج في أمسية هذه الليلة، في انتظاركم في الأشواط النارية، أشواط الرموز، ولكن هنا هذه المنافسة الودية في صباح هذا اليوم، شواهين على الصدارة لهجن الرياسة، يأتي أيضا
احمد بن مثرب مايد الخيالي بينما مشكور مشكور مع الغلاف الجوي الاخير الكيلو والمتر النهائي مشكور قادمة لجن الرياسة يتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المجازف التضمير بالخبرة المالية بالشطارة وبالمهارة بينما تحركت هملولة هملولة مع الظاهر لجن الرياسة علي بن يميل الوهابي يتابعها بينما تغشى قادمة لجن العاصفة وامبراطورية العاصفة يتقدم غياث الهلالي بتضميرها بينما تحركت الان هذه ايضا مروب مروب تتقدم لهجنة الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل المري طارن اللقاية طارن اللقاية ما شاء الله وتبارك الله وانطلقت مشكورة 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 ومشكور يا المجازف مشكور باسمي وباسم الجمهور يحيونك باسم الله بسم الله ما شاء الله على هذا المخزون الاحتياطي أطارت هنا مشكورة 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 تهدي جماهير هجن الرياسة الحمر الحمر الخطر الحمر الخطر هكذا يطمن جماهير في تحديات هذا الصباح الجميل تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز بينما وصلت شواهين لهجن الرياسة في المركز الثاني بينما مروب وصلت في المركز الثالث لهجن الشحانية المركز الرابع وصلت هملولة لهجن أيضا الرياسة والمركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام المركز الخامس وصلت هملولة المركز الخامس وصلت اللي هي الفائزة لهجن الرياسة هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء النتيجة للخمسة المراكز الأولى شاهدت هذه المتعة وهذا التنافس الغوي عودة إلى التوقيت الزمني 7:28 أربعة أجزاء من الثانية تهانينا لهجن الرياسة وتهنية لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على فوزي مشكورة التي قدمت هذا العرض الممتاز بينما شواهين وصلت بسبع دقائق في المركز الثاني وثلاثين ثانية خمسة أجزاء من الثانية مودية هجن الرياسة وأمضمرها أحمد بن مطر بن مايد الخيال الفيلسوف بينما في المركز الثالث وصلت مشاهدي الكرام مروب توقيتها 7:32 بالوفاء والتمام والكمال هنيا لهجنة الشحانية وتهانينا لجار الله بن محمد بن عقيل المري.